مرة أخرى أهلا بكم معنا في ليلتنا الفنية الخريفية التي تلتقي فيها الأصوات وتتناغم فيها الألوان من المحيط إلى الخليج ومن جنوب شرق الجزيرة إلى غرب الوطن العربي، مع صوت جميل وشجي يطربنا بعذوبة إحساسه ودندنة أنغامه، أتت من المغرب الحبيب لتشارك جمهورها ومعجبينها في عمان المحبة والوئام. رحبوا معي بالفنانة المغربية نجمة عرب آيدل يسرى سعوف.
أحبك أحبك يا سلام.